قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي علي محمود منصور ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العلي الكبير. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الذي يريكم آياته